رجعنا لكم مشاهدينا، ومن حكاية لوحة لحكاية لوحات جميلة بإيد هيك فنانة صغيرة يعني، وكتير لطيفة جدا وحبابة جدا. هلا رح نتعرف عليها سوا، سارة سمراء. بدنا نقول لك صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. يسعد صباحك يا سارة. صباح النور، يعطيك العافية. سارة قد ايه عمرك وصف شو أنت؟ عمري 9 سنين والصف رابع. يا سلام. ايه، واحكي لنا عن هوايتك بقى. هوايتي الرسم. بتحب الرسم كثير؟ حلو. بترسمي من امتى بترسمي؟ من اي صف هيك بترسمي؟ والله مو من صف، كنت بلش شخبط وقت اللي كان عمري سنتين. من سنتين؟ يا سلام، مو من صف. حلو. من لما كان عمري سنتين كنت تشخبطي لماما على الحيطان ولا على دفتر الرسم؟ ساعة على الحيطان ساعة. هلا بدنا نسأل الماما كيف كان رأيها بالرسم على الحيطان. سارة احكي لي، بلشتي انت، شو أكثر نوع من الرسم بتحبيه؟ رسم البورتريهات. بورتريه. حلو والله. مثل؟ صعب. مثل وجوه يعني، وجه عم يبتسم، وش مكشر. ما بدنا وجوه مكشرة، بدنا وجوه عم تبتسم مثل وجهك، تمام؟ يعني أكثر شيء أنت بتحبي رسم البورتريه. طب احكي لي عن الالوان. هلا البورتريه بعرفه بيكون ابيض واسود، ما ولا فينك تدخلي الوان؟ فيني ادخل له الوان، فيني ما ادخل له الوان يعني بالرصاص. حلو كثير. او انت شو اكثر الالوان بتحبيها؟ احمر. يا سلام. ساره شو اكثر وجوه رسمتيهم؟ ترسمي حدا يعني؟ ولا؟ لا والله ما برسم حدا معين انا. ولا مره رسمتي للوالده؟ بلا، بس طلعت معي هيك شوي. مالك هلا من كلمة هيك انه شوي، معناتها انت بحاجة اكيد لتدريب او لشيء اكاديمي. ما اتجهتي انه تروحي على معهد رسم او استاذ يعلمك؟ من 3 شهور ماما سجلتني عند الانسة بلسم. عند مين؟ الانسة بلسم. بلسم نوجه لها تحية كثير كبيرة. وكيف تعالي نشوف شو علمتك الانسة؟ كيف بلشتوا سوا؟ اساسيات الرسم، كيف اعمل بورتريهات، كيف وزع الظلال، كيف ادمج الوان. كثير حلو. معناها هو في تقنيات كثيره لحتى، خاصه رسم البورتريه او رسم الوجوه، في قياسات معينه نحن لازم تطلع لحتى يطلع الوش بيشبه الحقيقي شوي، في طريقه رسم للظلال والاضاءه. احكي لي، صعب عليك انت تتعلميهم لهدول القصص ولا فيك سهل عليك القصة؟ بس الواحد اذا كان عنده هوايه وملتزم فيها ما في شيء صعب على ما في شيء صعب. يعني ما بتحسي انه في صعوبه شوي لما بدك تعرفي القياس بين العينتين او القياس كيف لازم يكون الحاجب مثلا؟ لا ما كثير. حلو. طيب غير الوجوه شو بتحبي ترسمي او شو اكثر رسمه هيك رسمتيها وحبيتيها؟ طبيعه صامته. شو طبيعه صامته؟ كاسه، ورده. بتحبي هيك؟ شو لسه هلا نحن بلشنا نشوف شوي من اللوحات اللي رسمتهم، بنشوفهم على هيدي الشاشه لو سمحتوا شباب، منشان تحكي لنا ساره عنهم. ساره احكي لنا عن هي هون. شو هيدي؟ شلال عم ينجل من بير الحجاره. واو. من امتى رسمتي هالرسمه؟ الاسبوع الماضي. حلو. شو هيك شو خطر لك لحتى رسمتي مثلا شلال وحجاره وهيك؟ بلشنا بالصيف وكذا وهيك، يعني حسيتي انه لازم ارسم هيك رسمه؟ حلو. نشوف الرسمه اللي بعدها. كثير حلوه يعني، حتى الالوان طريقه التلوين كثير حلوه. هون هي بلشنا هون بالبورتريه. ما هلا هون ما بدنا شايفين رسمتي لنا هيك صبيه زعلانه. زعلانه هي ليش؟ شو خطر ببالك ساره انه ترسمي وجه بنت زعلانه؟ والله شفتها هيدي الرسمة على اليوتيوب. حلو حلو. لا شوفي اذا قد ايه في دقة، يعني العين البؤبؤ تبع العين بحكم انها هي دايرة وشها على اليمين، ليك وين صاير؟ كثير ظريفة اللي عم تشوف قدامك، كثير ظريفة الدقة. صعب عليكي انك انت مثلا تحددي انه هي دايرة وشها لهيدي الجهة فلازم بؤبؤ العين يكون هيك، ولا هي بتصيري بتعرفيهم من خلال خبرتك؟ بصير بعرفهم من خلال الخبرة وكيف والقياسات وهالامور. تمام. برافو. تمام. عنك. برافو. يعني اليوم بعتقد الفن هو بحال شخص كان بعمرك ما شاء الله عنه، فهو كل يوم بيكتسب خبره بشيء جديد. يعني انت عم تشوفي تطور برسماتك من الى، يعني من قبل سنه مثلا لهلا؟ في تطور. هي رسمه شعر، تفاصيل شعر، صح؟ هي من امتى رسمتيها؟ هي يا الاسبوع الماضي يا اللي قبله. كلهم هيك ما شاء الله. قد ايه بتاخذ الرسمه معك وقت؟ من نص ساعه لحوالين ساعه. بس بس هيك ساعه بيطلع معك هيدا الرسم الحلو؟ يعني هيدون هيك الضفيرتين او الجدولتين مثل ما بنقول عنهم اخذوا بس اقل ساعه؟ كثير حلوين ما شاء الله، يعني كثير في تفاصيل عم بتراعيها. خلينا نقول شو بيقولوا لك المحيطين انستك الرسم بالمدرسه مثلا؟ رفقاتك؟ رفقاتي بيقولوا لي كثير رسمك حلو، نيالك وانستي كثير هيك بتحب رسماتي. واو. هون رجعنا على الطبيعة ما هي؟ نرجع على الطبيعة، لأن احنا اليوم عم نحكي عن سارة.
هي انا يعني من خلال الرسومات اللي عم نشوفها هي فنانه بالنسبه لعمرها، يعني صف رابع عم ترسم بهي الدقه، عم ترسم بهي الافكار الحلوه، عم بيكون في عندها يعني هيك خلينا نقول روح بالرسمه. صحيح. يعني فعلا في تفاصيل كثير حلوه. هون رسمنا شو رسمنا هون؟ شو كان ببالك وقت رسمنا هي القصه؟ قارب محمل بضاعه. يعني نقلتي رسمي على اليوتيوب او الفيسبوك او هيك؟ لا، كان من كتاب الفنون، كان عندنا مدرسه رسمتها بالمدرسه. حلو حلو والله كتير. برافو برافو. طيب هلا على صعيد الدراسه ساره، خلينا نروح، شو حابه تصيري بس تكبري؟ يعني مهندسه عماره. يعني بدك تستثمري هيدي الموهبه اللي عندك اياها. حلو. هلا هون كمان حلو. هلا هون حاسه في مثلا انه هون العيون مثلا هيك وسع شوي، والانف كان بده تضبيط شوي، ولا شو رايك؟ حاسه انه هي العين شوي هيك كبيره مطبلجه. حلو. هذا اسالك سؤال، مثلا انا هلا مثلا عم اقول لك انا ما كثير بعرف بالرسم، واصلا حتى لما كنت صغيره ما كنت اعرف ارسم قدر الدك، تمام؟ هلا مثلا بس انه انا نظره مثلا بحس انه هيدي العين بدها تزبط شوي، او مثلا الانف كبير شوي. هلا مثلا لما حدا بيجي بينتقدك مثلا بيقول لك انه والله يا ساره لازم تزبطي لها، بتزعلي ولا بتحاولي تاخذي هيدي الملاحظات وبتجددي على الاشياء اللي عم؟ حاول اخذ هاي الملاحظات وجدد. حلو. اليوم برجع بقول ساره يعني كنظريتي انا، لاني كثير حدا هيك عندي اطلاع على بالرسم، عندها ساره روح بالرسم، يعني هي قادره بشويه تقنيات، بشويه تعديلات، بشويه هيك اكاديميا اكثر، تدريبات مع الانسي بلسم اللي نوجه لها تحيه كثير كبيره، تماما، انه تصير فعلا فنانه من هي وصغيره. صحيح. احنا ليك ما شاء الله ارنب. شو هذا؟ شو هذا؟ ارنب وجزره. ما هيك يعني هاد حلو، بس بجوز كان مثلا الالوان هون لو دخلتي الوان ما كان اجمل مثلا؟ هون حسيت انه انت ساره ما كثير بتحبي الالوان، ليش بتحبي الابيض والاسود اكثر؟ لانه اسهل. لا بدنا نحن هون قطه لك شو حلوه، وحاطه طاقيه، ما هيك يعني هي قطه بالكريسماس مثلا. بس شوفي كمان رسمتيها بالابيض والاسود، لو رسمتيها بالملون ما كان طلعت احلى؟ طيب ما بعرف الوان القطه كيف بنعملها. ما شاء الله شو حلو. لا ليك الطبيعه طلع حلو على الابيض والاسود بصراحه، كثير حلو كثير حلو يا ساره. ساره خلينا نحكي اكثر، وهون هون هون كانها ايمت رسمتيها لهيدا؟ هي مو الاسبوع الماضي ولا اللي قبله اللي قبله. مين هي؟ ما شاء الله كثير حلوه هيدي الرسمه. ما بتعرفيها لهي؟ الشعرات. طب ما حاولتي ترسمي حدا؟ رسمتي بس مامتك مره وبعدين مامتي وجده، بس طلع هيك احلى شيء. بتعرف شو احلى شيء بساره؟ انه بتعرف انه في شغلات بدها تعديل، في شغلات بدها تتعلمها بعدين كمان. كثير حلو انه مثلا انا بقول لها انه كيف رسمتي مامتك، بتقول انه طلعت حلوه بس لسه بدها تعديل. حلو الواحد يقتنع انه لازم يعدل على حاله. كيف بدنا نطور حالنا يا ساره؟ اني يعني ما نزعل اذا حدا قال لنا انه رسماتك بشعه او هيك. لا ما نو بشعين، ما احنا بشعين حرام، يعني هذا رسم كثير حلو بس انه بدهن تعديل. ما ها تمام. حطوا لك رسماتك بالمدرسة مثلا بالصف بغرفة الأنشطة أو بهذا لوحة الأنشطة؟ أنا بعرف بالمدرسة. لا والله ولا مرة. بس لازم يحطوا لك هي للمدرسة، بنوجه لهم هيك نداء يحطوا لك، إنه ما شاء الله عنك يعني حدا متميز وواضح عنده الموهبة بشكل رهيب. اليوم كمان في تتالي رسمات الوجوه، إذا أنت حدا بالفطرة بحب رسم الوجوه بشكل واضح وشيء كتير واضح يعني. لكن اذا بدنا نحكي انه بدنا ترسمي شيء ثاني غير الطبيعه والوجوه، شو ممكن هيك تحبي الرسم العبثي، هذا الرسم اللي بيكون هيك مو مفهوم مثل ما بيقولوا، او لا؟ لا ما كتير بحبه. ما كتير بتحبي؟ حلو كتير. هلا خلينا نقول انه انت عم عند الانسي بلسام عم تشتغلي، عم نتفرج على اليوتيوب لحتى ناخذ افكار، عم نحاول نطور حالنا من حالنا يعني. احيانا بتفرج على اليوتيوب. احيانا الثانيه بتعلمني الانسي بلسم التفاصيل. هلا بدي اسالك سؤال، كل حدا عنده قدوه بهيدي الحياه، مثلا انت هلا بالرسم، يعني انت في عندك قدوه، في شفتي حدا مثلا هيك فنان كبير هون بلاديه او على مستوى العالم حبيتي تقلدي على اليوتيوب احيانا؟ حلو. انت عندك في حدا على اليوتيوب عم تحاولي انك تقلدي؟ طب لمين بدنا نقول شكرا لان هيك شجعك ودعمك مثلا؟ يوتيوبر اسمه مجد. حلو. ما فهمت. يوتيوبر اسمه مجد. هو اللي هيك اعطاكي دعم. قديش حلو اليوم انه فعلا استخدمت اليوتيوب بطريقه تعليميه، وهذا شيء يرفع لك القبعه ساره، برافو عنك. طيب ساره سؤال ثاني، اليوم ما حاولتي كونك عم تتعلمتي على اليوتيوب،
ما حاولتي تعرضي مثلا رسماتك على اليوتيوب او على الفيسبوك او على والله ماما بتخليني افتح قناه على اليوتيوب او انشر شيء على اليوتيوب عم تشكي لنا على ماما عندك الماما بتخليها انت تديري لها القناه وحطي لها رسماتها خلص عم تنزل لك على الفيس امورك تمام لانه بكير هلا لسه نفتح قناه على اليوتيوب بتعرفي احنا لازم نهتم بالرسمات هلا بنصور كامله نصير عماره ايه بس الماما هي راح تتولى الصوت صير تنزلك طيب ما بتفكري تساوي ما بتفكري تساوي معارض مثلا شارك بمعرض مدرسي مثلا او انت بتقترحي الفكره على الاداره مثلا عندنا بالمدرسه ما كثير في معارض يا دوب حاولت شارك برواد بالمدرسة ما بعرف ليش ما ردولنا خبر أو عملوا شيء بس إيه أكيد بتمنى شارك بمعارض حلو إن شاء الله يا رب هيك منشوفك رائدة مو بس على مستوى سوريا على مستوى الوطن العربي كله وتكوني أهم مهندسة معمارية بالوطن العربي كله إن شاء الله يا سارة لمين هيك بتحب تقولي كلمة أخيرة منك وشو بتحب تقولي شو بتحب تصيري لقدام إليك الكلمة ما فهمت شو بتحب تقولي بالأخير يعني هيك كلمة أخيرة خلينا نقول شو بتحب تصير سارة؟ يسلموا لكم على هالمقابلة الحلوة وبتمنى لكل طفل يكون عنده هواية حدا يساعده فيها حلو شو بتحب تصير بالمستقبل؟ مهندسة معمارية شو تهندسي بنايات طرق حدائق شو؟ حدائق بنايات هيك حلو برافو عنك يا سلام يا سارة إن شاء الله بتحقق كل طموحاتك كل طموحاتك وهلا هيك رساله مننا للمدرسه تشاركي بمعارض وتعملي صفحه على الفيسبوك باداره الماما ها باداره الماما منشان تعرضي هدول اللوحات اللي كثير حلوين وبنتمنى لك كل التوفيق يا ساره يعطيك الف عافيه يسلمك